استمرارا مشاهدينا للمتابعة، ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمود باسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ. أستاذ محمود، بعد التحية، يعني لعل أهم ما لخصته الندوة التثقيفية 35 في يوم شهيد في الجزء الأول منها طبعا، أننا أقل ما نقدمه لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن أن نتذكرهم، ويعني نقف بكل احترام أمام قصصهم وقصص صمودهم. بشكل شخصي، أهم ما توقفت عنده في هذا الجزء من الندوة التثقيفية؟ بالتأكيد احنا كنا قدام احتفالية عظيمة بيوم الشهيد المصري بتقيمها القوات المسلحة. بالتأكيد بنتذكر كل شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة ومن غيرهم من كل مؤسسات الوطن الذين سقطوا دفاعا عن هذا الوطن. هذه التضحيات لن ينساها المصريين، هذه التضحيات هي تضحيات مقدرة عند كل المصريين. ربما ما يمكن أن نقدمه وربما ما وصل إلي من مشاهدة هذه الندوة أنه المحافظة على هذا الوطن والمحافظة على استقرار وأمنه هو يعني ما هو العزاء الوحيد الذي يمكن أن نقدمه لهؤلاء الشهداء العظام. كل شهداء مصر سقطوا من أجل الدفاع عن هذا الوطن، من أجل حمايته، من أجل استقراره، من أجل أمنه، من أجل استمرار هذا الاستقرار. فبالتالي ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء الشهداء الأبرار العظماء أن نحافظ على هذا الوطن وأن نحافظ على استقراره وأمنه إلى الأبد. نعم، كيفية الحفاظ على ذلك؟ يعني نحن نتحدث عن جيش يحارب ودولة تبني استراتيجية واضحة لتعزيز استقرارها وتأمين حدودها، لكن هناك معركة وعي أيضا المواطن له دور فيها وفي الوقوف أمامها. بالتأكيد معركة الوعي هي من أهم المعارك، خاصة وإنه إحنا بنعيش أوقات صعبة فيها معارك غير متماثلة، معارك بتعتمد على الوعي المزيف والشائعات و تدوير المعلومات المغلوطة. في هذا الزمن أتصور أن احنا محتاجين أنه نتذكر دائما أن الشهداء ربما كان موفقا للقوات المسلحة في اختيار يعني شعار لهذا العام في الاحتفال بالشهيد، وهو فكرة أنه واحد من كل بيت. هؤلاء الشهداء، كل الأسر المصرية تقريبا لديها شهداء، وهؤلاء الشهداء دفعوا يعني حياتهم ثمنا لبقاء هذا الوطن واستقراره، سواء من حروب مصر السابقة وصولا إلى التضحيات التي تقدم الآن في كل مناحي الحياة المصرية والتي يعني تشهد نموا وتقدما دائما في كثير من المجالات. أتصور أنه يعني ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء هو الحفاظ على هذا الوطن، أنه نتذكرهم دائما أن هم زينا ناس كانت عايشة حياتها آمنة مستقرة، ما نراه من الأسر و هذا الصبر الكبير على فقدان العزيز والغالي في مثل هذه المعارك. مصر تقدم شهدائها يعني بصفو نية تماما، وتحتسبهم عند الله شهداء لاستقرار هذا الوطن والدفاع عنه وبقاء هذه الدولة في منطقة صعبة للغاية وتمر بأزمات جسيمة ما نراه حتى في العالم الآن من صراعات يحميها هؤلاء بدمائهم على كل حدود مصر. صحيح، لأن العالم تغير والصراعات تغيرت أيضا. ربما يعني من ضمن الرسائل التي تم ذكرها اليوم أيضا أستاذ محمود، فكرة أن الإيمان والوطنية هما وجهان لعملة واحدة، تعقيبك على ذلك؟ بالتأكيد الإيمان مرتبط دائما بالوطنية، لا يمكن أن يعني يفير الإيمان إلا إذا كان إيمانا مزيفا كما هو عند الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة، هذا إيمان مزيف. الإيمان مرتبط دائما بالوطن. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن وطنه، تحدث عن مكة حينما هاجر إلى المدينة وبكل ألم وحسرة كان يتحدث عن هذا الوطن. هذا الوطن هو أمر مرسوم منذ في كل الكتب السماوية، مصر مذكورة في كل الكتب السماوية، وكان يعني كل الأنبياء مروا عليها وذكروها يعني دائما بالطيب من الذكر. الله جل وعلا يعني تجلى في سيناء، وبالتالي احنا قدام ارض مقدسه مرتبطه بالايمان ومرتبطه بالوجدان المصري ومرتبطه بكل من ولد وعاش على تراب هذا الوطن. وبالتالي ما نقدمه من تضحيات الحفاظ عليه هو امر مرتبط بالايمان بالاساس. هو ربما الايمان الصادق الصحيح وليس الايمان والوعي المزيف
التي تروجه لبعض الجماعات الإرهابية. نعم، يعني ربما ما تفضلت به أستاذ محمود يفسر يعني عقيدة الجندي المصري الذي يتعرض لإصابة وهي وسام على صدره، يعني طبعا بجانب الشهادة، لكن يعود من جديد إلى سيناء ولا يأبى إلا أن يستمر في الحفاظ على هذه الأرض. يتربى الجندي المصري في المؤسسه العسكريه المصريه على التضحيه والشهاده. يعني هذه التضحيه تقدم والشهاده تقدم من اجل الحفاظ على هذا الوطن وعلى هذا التراب وعلى تماسك هذه الدوله. وهذا الامر يتربى عليه الجندي المصري منذ التحقه بالقوات المسلحه مصنع الرجال بالتاكيد. وهذا الامر يعني يتم درسه داخلهم، وبالتالي ما نراه ليس يعني مشاهد ربما تمر على البعض، ولكن احنا ما نراه هو حقيقه ما يحدث داخل القوات المسلحه المصريه وما تقدمه دائما من تضحيات من قبل رجالها حتى يتم الحفاظ على هذا الوطن. راينا ذلك في سيناء، رايناه في كل ربوع مصر التي كانت تقاوم طوال الوقت. لا يعني هذا جندي لا يمكن التغلب عليه بسهوله، الجندي المصري لا يمكن التغلب عليه بسهوله، ويعني يتم حسابه كثيرا عند كل من تقابل مع الجندي المصري في اي معركه من المعارك. وهذا الامر ليس غريبا عليه، فهو خير جنود الارض بالتاكيد، وهذا ما تربى عليه الجميع وذكرته حتى يعني الاديان السماويه. نعم، وهذا اليوم ونحن نحتفي بيوم الشهيد، يعني هو رمز للجنرال الذهبي، هكذا هو لقب الشهيد عبد المنعم رياض، كان القائد ورغم ذلك استشهد وهو يقاتل بجانب جنوده البواسل. دائما ما يلتحم القيادة بالجندي المصري وهو ليس جيشا للقادة فقط، ولكن جيش للجنود. كل القادة والجنود يصبحون صفا واحدا في مواجهة العدو. لا يوجد هذه التراتبية ولا هذا المشاهد التي قد ربما يعني تجسد القيادات بعيدة عن الأفراد، لكن في الجيش المصري الكل واحد والكل يواجه والكل على خط النار يقدم حياته فداء لهذا الوطن. ما قدمه الشهيد عبد المنعم رياض كان يعني مشهد مؤثر جدا في الحياة العسكرية المصرية، ومؤثر جدا في النظر للجيش المصري بهذه القوة، هذا الجيش القوي، الجيش القادر على ردع أي عدو، بهذه الروح القتالية المعروفة عنه، بهذه الروح القتالية التي هي نموذج يحتذي به كل جيوش العالم. كيف يقدم القائد الكبير في هذا الجيش، رئيس الأركان من أرفع وأكبر المناصب القيادية، هذا النموذج في الفداء والتضحية، أن يتقدم صفوف الأمامية ويقف في نفس المكان لجنوده، ثم يعني يلقى ربه شهيدا في هذه اللحظة الحاسمة ليقدم للجميع. وربما هذا المشهد هو كان بداية النصر في 73، في حرب 73، أنه أن يسقط شهيدا أعلى رتبة موجودة في القوات المسلحة في ذلك التوقيت، بأنه يعني يلاقي ويمارس نفس العمل الذي يمارسه الجندي على يعني على الخطوط الأمامية للقتال. نعم. فهذا مشهد مؤثر، هذا مشهد مهم، هذا مشهد بيدي دلالة عظيمة عن قدرة هذا الجيش وعن هذا التلاحم ما بين قادته وجنوده، وأنه الجميع واحد في هذه المعركة يقاوم بالسلاح ويقاوم بالدم من أجل حماية هذا الوطن. طيب، تعزيز الروح القتالية أو الروح القتالية الموجودة لدى الجندي المصري يعني تعززها الكفاءة القتالية وتعززها الثقة بالنفس والثقة في قدرات هذا الجيش بالحفاظ على تطور تسليحه وتطور مواجهته يعني الأساليب الجديدة في القتال والأساليب الجديدة في الحرب أيضا، التي لم تعد ما بين جيوش نظامية وإنما ما بين جيوش ومجموعات إرهابية. إلى أي مدى مصر نجحت في ذلك وقدمت نموذجا في سيناء عليها؟ بالتأكيد مصر دائرة تجربة ناجحة. مصر تقاتل منذ العام 2011 حتى قدرتها على السيطرة على التنظيمات الإرهابية في سيناء. ربما التقرير الأخير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته لمجلس الأمن عن تنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط وقدرة الدول على مواجهتها، كان هناك ثناء وإشادة وبنجاح التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب سواء بالسلاح أو بالتنمية في سيناء، وأنه هذا الأمر كان مؤثرا جدا لدرجة أنه يحظى بهذه الإشادة الأممية الكبيرة التي ربما ترد في فحواها على كثير من المنظمات التي حاولت تشويه الجهود المصرية ونجاح الاستراتيجية المصرية في مكافحة الإرهاب سواء بالسلاح والمواجهة الأمنية أو في قدرتها على تفكيك هذه المنظمات من الداخل، ثم الانتصار بالتنمية وتعزيز التنمية وإدماج
المجتمعات التي ربما تتعرض لسنوات طويله للتهميش في المجتمع المصري وفي العمليه التنمويه المصريه التي تسير بوتيره كبيره جدا، تشارك فيها ايضا القوات المسلحه، وهو ميدان مختلف عن ميادين القتال العاديه، ميدان قتال واسع اسمه التنميه في مصر، اسمه التعمير في مصر، اسمه نقله التي تعيشها مصر الان. وهو بدا في سيناء ايضا، وهذا بالتاكيد بالتاكيد ما يحدث في سيناء انا بتصور انه معجزه تنمويه اقتصاديه، انه يتم تغيير شكل وبنيه المجتمع السيناوي ان يصبح مجتمع نامي متقدم، يعني يعيش عصر اقتصادي جديد، يقدم اسهامات في الاقتصاد الوطني المصري، وايضا يقدم فرص للعمل للمصريين. هذا الانتصار الكبير كان وراءه رجال ضحوا بانفسهم، هذا الانتصار الكبير وراءه رجال كانوا يعملون في اجهزه مهمه تحلل المعلومات وتقوم باتخاذ الاجراءات السليمه رغم كل ما كانت تحاول الحروب السيبرانيه وحروب الجيل الرابع من ترديد الشائعات. يعني انا بتصور ان مصر دوله بنيت، او الجمهوريه الجديده في مصر تولد تحت خط مثل هذه الحروب الجديده التي تشوه الوعي وتحاول ان تنشر الاكاذيب، ولكن مصر انتصرت وكانت تحاول طول الوقت ان ترد يد كانت تحمل السلاح ويد ايضا تغرس التنميه في كل ربوع مصر. اشكرك جزيلا الاستاذ محمود بسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ.